انا برضو في الاخر حتى لو اترقيت دايما اما بنعمه ربك فحدث، حدث الله. حدث الله يعني ايه؟ يعني يا جماعه انا اترقيت فهطلع صدقه الترقيه، فاحدث الله في كده ان انا اروح اطلع صدقه الترقيه دي، فربنا يزودني منها. مش هفضل بقى اتنطط على خلق اللي انا اترقيت يا عيني على ناس يعني مش عارفه توصل. لا انا فهمت كده وجهه نظرك، ان انا اقول بس اقول لربنا بشكل ان انا بحمد ربنا، فيعني اعمل حاجات يعني مش ضروري اقول للناس، مش لازم اقولها للناس، فاهمه ازاي؟ لكن اعمل ده احدث الله بيها، فاهمه ازاي؟ لكن مش هفضل امشي بقى ايه واقول ايه ده انا جبت عربيه جديده، فالناس يعني اللي ماشيه على رجليها تبقى قاعده حاقده. طب يعني على الفيسبوك الناس كده تلم نفسها بقى ومحدش يحط صور ولا هيعمل حاجات؟ لا يا يعني داري على شمعتك تقيد ولا نعمل ايه؟ لا داري على شمعتك تقيد دي لما الحاجه لسه ما حصلتش. لسه بننفذها، لسه انت في طور ان هي لسه بتشتغلي على الرزق، الرزق لسه ما جاش، فانا اتكلمت فيها، فالرزق هو ما اتكتبلكيش اصلا. صحيح. ده انا هشتري عربيه مش هتجيبها على فكره. صح، فاهم ازاي؟ لكن يوم ما تحصل لما اشتريها. بالظبط. انا هعمل كتاب من 2014 فضلت اقول هعمل كتاب، فاهم ازاي؟ ما اتعملش كتاب غير ما نسيته خالص، اول ما نسيته الكتاب اتعمل. فلما اتعمل قلت انه اتعمل، فبقت الناس تيجي عشان تتكلم عن الكتاب. صحيح، عن الكتاب. لكن طول ما انا كنت بتكلم عليه قبل ما يبقى كتاب مفيش، الكتاب ما اتعملش. لانه لسه ما كانش رزقك. بالظبط، انا وقفت رزقي فيه. لان انا عماله اتكلم في حاجه مش رزقي اصلا، يعني احنا ما نتكلمش في حاجه احنا بنفكر فيها بالظبط لغايه لما